جاكم اليوم الحمد لله على سلامة. الله يسلمك. جايين كلهم من الأحفار أبو ماريا. عرب عفر حجي. تتعاونون مع القوات الأمنية تخلصون نفسكم. تخلصون من ذول الأنجاز من ذول المجرمين. ما تتعاونون معاهم واحد بيكم هنا إذا طلع من ذول المجرمين راح يحم على الكل ترى. اليوم احنا نريد نعاونكم. احنا اخوكم انا اخوانكم من الحكومه المحليه استاذ حسن استاذ حسام الاساتذه كلهم جايين نريد نعاونكم. لكن اذا انتم ما تعاونونا وما تساعدونا ما نقدر نسوي شيء. شفتوا الخراب شفتوا صار فيكم كل هاي الفتره راح تظلون على الضيم وايضا راح ينظلم البريء بيكم. اليوم هسه راح تتحولون منا على نقطة أخرى الحمام غير مكانات حتى احنا نسعى حتى نوديكم لمخيمات تليق بيكم نوفر الشيء اللي نقدر عليه. لكن انت لا تتصور انت اليوم تطلع راح يودوك على فندق 5 نجوم. لا حد يطلب من عندنا هذا الشيء حسب الإمكانيات. هاي صارنا 4-5 أيام 2000 عائلة طالعين آمنين إلى بلدنا بلد العراق. يا اخوان هذه ايام صعبه مرت اتمنى لكم كلكم ان شاء الله نجيتم من ذيك المرحله الصعبه راح وياكم احنا باكر موجودين وعقب باكر الى حين ان شاء الله تتحرر تل الاحفر ونرجع سويه نشترك نرجع سويه نبنيها من جديد ان شاء الله ما تتخرب مثل ما حصل في بعض المناطق كانت معارك صعبه. نعتقد ان شاء الله تل الاحفر معركتها سهله ونرجع كلتنا. يا اخوان والله انا اشوف الشباب وكلهم شباب اكثر من الشياب والله بيكم راح نعمر بلدنا. ترى ماكو واحد بيكم من بيناتكم ما عنده اقارب ما عنده معارف تضرر زين من داعش ومو منتسبين داعش. بالتالي يا اخوان هذه قواتنا الامنيه موجوده معاكم. انا اعتقد خدموكم اكثر من ما كنتم تعتقدون. صوروا لكم راح يذبحوكم صوروا لكم ذولا ما ادري شنو ذولا جايين يقتلوكم انتم من اهل تل الاحفر انتم هيك وكانه كلكم بادئ الامر كنتم خايفين لا ياخذون نظره عنكم. لكن شفنا قواتنا الامنيه عندها وعي كامل والله مش عباس مين بس مخافات استاذ هسه لازم نحاول نجيب له رقابات كمل شغله 30 دي اشتغل صار اكثر من شهر يعني شغله كامل استاذ خاف لا تجيني جاب لا تجينا جاب خلي 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 والله السلام عليكم. افتح على المصلى اللي صار.
يرجع يجي هنا؟ يجي هنا المركز الرئيسي. هذا الرئيسي هنا. المركز الرئيسي. هنا الرئيسي يعني. هناك نفس الحالة. شو ما سلاسل ممتاز. جاي نقل السيارات ولينا الإجراءات الأمنية. جميل. حسن وضعه. بعد ما ثانيا التكليف انتهى هو ثالثا توصل المستشفى مع السوق وادي حجرهم وادي حجرهم هو يومين برفقة السيد نائب حافظ أين هو الأستاذ حسن الحلاب والأستاذ حسام الحباب وأيضا الأستاذ الطائي وكذلك الشيخ محمود السورتشي أتينا لتفقد النازحين من مناطق تلعفة والعياضية والمحلبية في نقطة استقبال النازحين بمنطقة بادوش وفعلا رأينا كل التسهيلات والتعاون من الأجهزة الأمنية الموجودة هنا وكذلك الهلال الأحمر القطري ووزارة الهجرة والمهجرين وكافة الفريق المتكون أيضا من وزارة الصحة ودائرة صحة نينوى يعملون على مدار 24 ساعة لاستقبال النازحين وكذلك تدقيقهم الأمني ومن ثم نقلهم إلى منطقة حمام العلي ومن هناك يتم توزيعهم على المخيمات أو المناطق التي يرغبون بالذهاب إليها. اليوم أنا أقدم الشكر الجزيل لكافة هذا الفريق المشترك الذي يعمل بشكل جيد جدا وأيضا من خلال قناة الموصلية الكريمة أطالب كافة النازحين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإذناب لأي معلومة تفيد الأجهزة الأمنية لغرض إحقاق الحقوق وكذلك تسهيل عملية تحرير مدينة تلعفر والمحلبية والعياضية لأننا اليوم يجب أن نتعاون يدا بيد مع القوات الأمنية البطلة التي سوف تبدأ عملياتها عن قريب إن شاء الله لتحرير كافة هذه المنطقة ونخلص من داعش في عموم محافظة نينوى.